ملك حبيبي. صح حبيبي جمعة خير. شنو القصة اللي عندك؟ ما نعاودكم واحد القصة وقعت لي هذه شهر. سافرنا أنا وأختي تفاس. شي قصة حزينة غريبة كاع شوية. عاودني عليها شوية. المهم كنا في طنجة أنا وأختي جالسين تحت لجات لي فكرة أني نمشيو لفاس. أختي كتصارحها كتمتردة ما بغاتش تمشي مرة. أنا اللي قنعتها باش تمشي. ملي مشينا نشوف برنادا باش نستقروا فيها شي مدة أقل شهر بعدا. ملي مشينا كرينا نهار الأول يعني جانا الخوف كيعاودونا على فواتس الإجرام داكشي خافنا. خرجنا مشينا للأوتيل. آه كرينا دار فيها فاش خفتي؟ فيها فاش خفتي؟ علاش جات الشيحة وما خايبة ولا فيها سلاج ولا؟ لا ماشي هيداك بين داكشي اللي كيعاودونا على فواتس الإجرام وداكشي. داكشي راه صاحب الدين ديالك. آه شنو عملتم بعد؟ صافي خرجنا مشينا شبرنا أوتيل. ملي شوفنا اوتيل جدني حاسه ساعه ثاني فيه ما قدرش نبقى فيه حيت شي اوتيل ماشي ثالث معاود خايب. المهم حاولت المهم نخرج من الاوتيل ملي خرجت لقيت مول الاوتيل اخر قدام الباب. كنا كنهضروا انا واختي فين غنمشيو للاوتيل انا الاوتيل وحنا ما كنعرفوش فاس. خرجنا تلاقينا هو قالنا واش باغي الاوتيل قلنا له اه قالنا واش نوصلكم قلنا له مرحبا حنا ما كنعرفوش هنا فاس يعني ما كنعرفوش غيعمل فيكم خير زعما بغا يدير فينا خير. صافي مشينا معاه مشينا واحد لوطيل اللي لقيناه خاوي مره ما فيهش الناس السمعه ديالو خايبه. السمعه ديالو خايبه علاش في نظر؟ ما عرفتش هما كيقولوا عليه السمعه ديالو خايبه يعني ما بقاش كيمشي ليه حتى شي واحد. الا اللي ما عرفوش الا اللي ما عرفوش. المهم مشينا حطيت المايطه ديالي حاولت نخرج انا واختي رجعتنا القنطه وبغينا نخرجوا. صافي صونا لي مول لوطيل قال لي المايطه ديالك هزيتها وديتها لوطيل واحد اخر. كيفاش انا مشيت لوطيل ودابا غنمشي لوطيل واحد اخر ما فهمت والو. صافي تما شدتني الخلا حيت ديجا شايفه الوجه ديال السيد يعني باينه فيه شي مشمكر. خفت بزاف ما قديتش نمشي لوطيل الثاني وخا ظلام الحال وباقا كنتسنى ما ربعت الناس وانا كنتسنى. جا واحد السيد وشاف فينا وعرفنا بلي مخلوعين متوترين يعني ما عرفتش شنو غن براني ما عرفتش شنو غنديرو. قالنا مالكم شي عندكم؟ قلنا له والو واش عاودنا له القصه ديالنا شنو واقع. قالنا انا غنعاونكم وغنحاول نمشي جيم مهم من مشى معانا حاول ما يجي معانا ماليطا خلت في جلسه في الطوموبيل وهو مشى. ملي مشيت لقيت الحومه غير شي مكريه يعني ما فيهاش شي مرا شي عيله كدور مره ما كايناش كاين غير الدراري مشي مكرين. المهم ملي دخلنا لوطيل يعني لوطيل ماشي ثلاثه ما يعني باين فيه مهجور مره ما كيدخلو حتى شي واحد ما بقاش فيه حتى شي واحد. شنو ديك السيد هز الماليطه طلعنا مشينا مع الكوموبيل على اساس باش يمشي يدينا لوطيل واحد اخر. منها بانو شي افكار اخرين بانو قالنا يدينا القهوه الشيشه رفضنا قالنا نمشيو نقابل لا مره بغى مقابل قالنا قهوة شيشة رفضنا ما بغيناش شي قالنا نمشيو لشي بار ما بغيناش شي يعني قالنا ضروري خصو قصارة معانا يعني حنا بنات حنا بنات الناس ماشي بنات الزنقة ما بغيناش نمشيو معاه. صافي طلبنا منو انه غير يوصلنا للوطيل اللي قالنا لا ما نقدرش نوصلكم للوطيل. صافي نزلنا في الطريق بغينا غير نزلو ما بغيناش والو صافي بغينا غير نزلو نمشيو بحالنا. قالنا ما يمكنش الا بغيتو تمشيو غندير لكم حوايج وكلش يعني ما تمشيو شي هايداك. صافي مشينا مع حد اضطرينا انو نمشيو معانا شي حل اخر وقفنا من واحد البلاصه واحد المهم واحد البلاصه خايبه بزاف فين كان ساكن هو. دالي التليفون دالي فلوس دالي كلش قال لي تبعيني الا بغيتي فلوسك. انا خايفه يعني ما عرفتش شنو غادي نمشي تما. داني واحد الكراج اللي فيه واحد الكلبه وانا عندي فوبيا من الكلاب كنحمي شي كلب مره. صافي دخلني سد عليا خاف غير تعدى عليا. بغيت تعدى عليا المهم قالي مريضه الدوره الشهريه حاشاكم ما نقدر يدير لي والو. ديك الساعه بقيت كان كي كنغوت كيقول لي سكتي ولا ندخلك كلبه ندير لك شي حاجه خايبه. كنت كنمكن كنقول له حاجه واحده جيب لي اختي ما بغا والو خصني غير اختي ما خصني حتى شي حاجه جيب لي غير اختي. هو بكثره ما خاف ندير له شي حاجه تما شعور شحال يقول لي صافي انا غنجيب لك اختك. اختك فين كانت؟ خلاها في طوموبيل. شد عليها شد عليها في طوموبيل. اختك صغيره طبعا
قاصره. اه باقا قاصره اختي باقا صغيره. مشى مشى جاب اختي ومن جاب اختي حاول عاوتاني تكرفس لاختي. انا كنت هي بغات ملي اه شنو وقع من بعد كيفاش باش فكيتوها معاها؟ المهم بغاني نحاول تهدى علينا. المهم انا بقيت شبرا في كنغوت ملي بغا هو يسكتني اختي جات مورا كانت عنده تما شيشه عند ديك القرعه ديال قرعه شيشه هزاتها وضربته للراس صافي من تما هزينا حنايا وهربنا. حاول قمضوه بنا قمضوه حيت كان يمكن شاربان ما عرفتش ماشي في الحاله ديالو الطبيعيه تما اه هزينا سير الطوموبيل حاولنا نهربوا ملي مشينا سير الطوموبيل كان مهرس حنا ما بديناش يبان ملي حنا بغينا نحلوا باب الطوموبيل عندنا شي حل يا اخو ما كنعرفوش شي بلاصه عرفتوك واه كنعرفوك مرا شنو قديت حوايج اه ملي بغيتي تحنا الطوموبيل سهرت سارو تروح حنا سارو تما وهربنا كنقلبوا لشي بلاصه فيها مخزن بوليس ما كاين حتى شي حاجه يعني ما كاين والو بحال واحد لقيت تاكسي واحد اللي كيدور تما ركبنا فيه مشينا للمحطه صافي قتلنا انا اختي كتسبب لي غير رجع لطنجه ما كيبان لي شي حاجه قدامي نفس الليله رجعت لطنجه نفس الليله رجعنا لطنجه اليوم انا لك اذا قال لك شي واحد معطيوه مثلا شهر فاز في احسن اوتيل 5 ادوار واش ترجع؟ لا 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 ما نرجعش مره كنكرا شي حاجه اسمها فاس وكنكرا فواز فواز كامل كاع فواز كامل رجال بنات كلش كان كثر ما داز ليا موقف خايب اللي داز ليا كنكرا فواز يعني كنت عاد تعرض لاغتصاب من جوج دراري اه الاوتيل وهذا مول الاوتيل وهذاك اللي بغى يدير فينا خير قلب علينا شنو تقدر تقول للبنات اللي كيسافروا بهذه الطريقه معهمش راجل ماشي غير فاس بزاف من المغرب شنو اللي سالي في الجهه كنصح اي بنت اللي بغات تسافر دي مع اخوها ولا دي مع صديق ديالها ولا باباها حيت تمشي بوحدها راه صعيبه عليها باش تمشي بوحدها راه صعيبه عليها بزاف يعني تقدر تعرض لاي حاجه تما اغتصاب من اي حاجه تقدر تعرض لها خصوصا في مدينه الاجرام يعني تاكدتي انها عاصمه الاجرام اه تاكدت منها بزاف بالنسبه لهذا اللي كان عيب الحمد لله ما عاد بلاتينا لاخت لا الحمد لله ما عاد انا لاخت ما حاولتوش انكم تقدموا شكايه للشرطه على هذه لا بالمدير ديال الاوتيل لا ما فكرناش فيها مره بكثره ما كنا مخدوعين وكنت خايفه على اختي هي مقا صغيره ما كنتش بان لي عندك العربيه لا حتى شي حاجه بحال واحد كيخصني غير نهرب ملي دازت المده ما بغيتيش انك تاخذ حقك بشي طريقه منه لا والله ما فكرتش انا ما فكرتش انه كان فكر تقدم شكايه دابا حاليا ما عرفتش اني مازال في نفس الخلعه حتى ورجعت لطنجه كيوقف عليا شي واحد كنزال فيا فوبيا كيوقف عليا شي واحد كنقول لا هذا فاسي كنت مع خيتي وما كيهضروا معنا انا وكيقول خيتي كنسمع شي واحد كيقول خيتي كنرد بالي منه كنقول فاسي تبارك الله عليك ملك شكرا جزيلا على حالتي ناقصتي اليوم شكرا لك سي مرخاي وشكرا قناه اشواق تي في اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة